سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، حديثنا في هذا اليوم إن شاء الله عن بعض الأمور المتعلقة بالطبيب المسلم، يعني سنتكلم عن الطبيب المسلم، وسنتعرض من خلال كلامنا في هذا الموضوع عن موقف الطبيب المسلم من المريض ومن المحتضر، وأمور أو بعض النقاط المهمة التي تحصل أحيانا في المستشفيات وفي غرف العمليات وبعض العمليات الجراحية، وقضايا تتعلق بجهاز الإنعاش، وبعض الأمور المتعلقة بعلاقة النساء والرجال داخل المستشفى. والكلام عن صفة الطبيب المسلم كلام طويل، ولكن لن نتطرق يعني إليه بالتفصيل في هذه المحاضرة، تكون محاضرة عامة أشبه بجمع بعض النقاط التي تصادف الإخوان الأطباء والطبيبات في المستشفى. فبادئ ذي بدء أقول لكم أيها الإخوة أن الطبيب المسلم ليس هو ذلك الإنسان الذي أخذ الشهادة أو درس مجموعة معينة من الكورسات في علم الطب في أي حقل من حقوله حتى حصل على تلك الورقة التي تخبر وتثبت بأنه وصل إلى الدرجة الفلانية في حقل الطب، وإنما الطبيب المسلم هو حقيقة داعية إلى الله عز وجل بالدرجة الأولى، وإن المجال الذي يعمل فيه الطبيب المسلم يؤهله للقيام بدور كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي تصحيح واقع كثير من الناس. والداعية إلى الله عموما يعني في المجتمع قد يصادف بصدود كبير وبمقاومات عنيفة وعوامل كثيرة تجعله لا يستطيع أن يوصل ما يريد إيصاله من الأفكار الإسلامية الصحيحة إلى الناس، ولكن الطبيب عنده فرصة ذهبية لا تكاد توجد لغيره، وهذه الفرصة أنه الآن يتعامل مع شخص في حالة ضعف، والشخص عندما يكون مريضا أو على وشك الموت فإنه يكون في حالة من التقبل لتقوية صلته بالله أكثر من أي شخص آخر، وهنا تبرز قضية الجانب الإيجابي الذي يتمتع به كثير من الأطباء والذي لا يوجد لغيرهم من المسلمين الذين يقومون بالدعوة إلى الله في أماكن أخرى. في البداية أيها الإخوة سنتحدث عن موقف الطبيب المسلم من المريض. الحقيقة أنه عندما يوجد أمامك مريض فهذه فرصة كبيرة لتعليم هذا المريض أشياء كثيرة جدا، وستصادف طبعا بطبيعة الحال كما ترى أنت في المعمعة في الواقع العملي أكثر مما أراه أنا أو غيري، سترى منكرات أو سترى فرصة للتصحيح ينبغي أن تستغلها. فمثلا ينبغي للطبيب المسلم أن يذكر المريض بالرضا بالله عز وجل وبقضاء الله، ومثل حديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، لأن المريض قد يكون في حالة من اليأس والقنوط ويحس مع تزايد الآلام ومع وطأة المرض عليه بأنه في حالة قد لا يشفى منها وقد يقنط من رحمة الله. الشخص في الحالة الطبيعية قد لا يأتي في نفسه هذا اليأس، ولكن الشخص في حالة المرض وتحت وطأة المرض قد يوجد عنده هذا الإحساس، وأنت يا أخي بصفتك طبيب وأنت بصفتك طبيبة لا بد من استغلال هذه الفرصة لوضع الدواء الإسلامي الناجح في تبيين قضية الرضا بقضاء الله ومساعدة المريض بالألفاظ الطيبة التي تصبره على ما يعيشه من المحنة ومن التعب النفسي والجسدي. وقد يتشخص بعض المرضى وقد يسبون المرض أو أعراض المرض،
ولكن عندما نرى هذا الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. تقول: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. كما أن هذا الفرن الحار جدا وهذا النار الحامية تذهب الخبث أو الشوائب والحديد حتى يخرج معدنا صافيا نقيا، كذلك هذه الأمراض تنقي المريض من الخطايا. فأنت إذا تفتح له باب الأمل وتفتح له باب رحمة الله وتقول له: رب ضارة نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأنت هذه فرصة لمحو كثير من الذنوب والخطايا التي لا تمحى، قد لا تمحى إلا بالمرض، لأن كثيرا من توبة الناس واستغفارهم خاطئة، فيها أشياء خطأ فلا تمحو، ولكن إذا جاء المرض يمحو الله به من السيئات ما لا يمحو بالتوبة والاستغفار. وقد يتمنى المريض، يعني يصل معك المريض إلى لحظة تمني الموت، فتجده يصرخ مثلا في الغرفة ويعني يدعو على نفسه بالموت، أو يطلب يدعو الله أن يميته مثلا تحت هذا الضغط من الألم. فعند ذلك تبين له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. هذه مبادئ أساسية. هذه الأحاديث يا إخوة يعني يمكن الشخص العادي لا يستطيع، لا يجد لها مجال عملي مثل ما يجدها الطبيب، ولكن أنت بواقعك تستطيع أن تطبق هذه الأحاديث وتعمل بها في الواقع كثيرا. وأحيانا يكون مرض المريض خبيثا، قد يصاب بسرطان وتكتشف، فماذا يجب عليك في هذه الحالة؟ يلجأ كثير من الأطباء إلى إخفاء واقع المريض السيء عن المريض وعدم إخباره نهائيا بحالته الصحيحة. وهذه المسألة مع ما فيها من الإيجابيات حتى لا تسوء نفسية المريض، فإنه لا بد أيضا من إخباره بوضع معين حتى يتأهب مثلا للموت. قد يكون لم يوصي بعد فهو يحتاج إلى أن يوصي مثلا، وقد يكون رجل عنده يعني معاصي كثيرة يريد أن يتوب منها، فأنت لا بد أن تتوسط بين تبيين وضعه تماما بحيث أنه مثلا لا ييأس أو بحيث أنه لا يصاب بإحباط، وبين أن تبين له مدى الخطورة التي يستعد بعده. يعني لا بد مثلا أن تبين له، تقول: يا أخي الأعمار بيد الله، قد يكون هذا المرض مميت وقد تشفى بإذن الله، نحن لا ندري، لكن أنت عليك أن تتأهب لملاقاة الله عز وجل في أي وقت. يعني كلمات تشعر صاحب المرض الخبيث أنه يمكن أن يقدم على الله في أي لحظة فيستعد. يعني السلبية من عدم إخبار المريض نهائيا بحالة المرض الخبيث الذي هو فيه هي أن المريض لا يتمكن من يعني قيام بتصرفات معينة مثل التوبة ومثل كتابة الوصية، فأنت تتلافى هذه السلبية وتتوسط بأسلوبك الهادئ أو المتزن بين سلبية إشعاره باليأس معك سرطان مثلا مفاجأة، وبين أنك تطمئن تماما بحيث أن الرجل يظن أنه ما في شيء نهائيا وأنه سيقوم بعد أيام، وإذا به تفاجئه المنية. وقد يشي المريض للطبيب في حالة الاحتضار بأسرار معينة، وقد يوصيه بوصايا ما يطلع عليها أحد، لكن عندما يجد نفسه في حالة الاحتضار فقد يقول الطبيب مثلا: قل لأبي كذا، أو قل لأمي كذا، أو قل لإخواني كذا، أو أوصي بأن يخرج من مالي كذا، أو إنني ظلمت مثلا عمال معينين، أكد على مثلا أهلي بأن يخرجوا حقوقهم أو رواتبهم إلى آخره. ففي هذه الحالة لا بد أن ينقل، يعني من مهمات الطبيب المسلم أن ينقل إلى أولاد الميت أو أوليائه بأمانة تامة بكل ما أخبر به المريض عند احتضاره. يعني أنت قد تسمع من الوصية من الرجل وصايا ما يسمع غير أنت غيرك، لأنك كنت موجود في تلك اللحظة. كذلك أيها الإخوة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
الصحيح أو الحسن الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن يعقوب بن عامر مرفوعا: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. فالذي يفكر بمنظور مادي بحت قد يجد أنه لابد من أن يأكل المريض الطعام هذا كله، أو لابد أن يلتهم هذه الأطباق كلها، ولكن الحديث يقول فإن الله يطعمهم ويسقيهم. وهذه فيها أنت بالتأمل بالتجربة تجد فعلا أن المريض يتحمل، أحيانا يعيش على مقادير ضئيلة من الطعام والشراب لا يعيش عليها غيره، أو يصبر، أو أنه يبقى بحالة معينة على مقادير ضئيلة من الطعام والشراب لا يبقى عليها غيره. هذا بسبب أن الله يساعده، وعلى قدر البلاء تكون المعونة كما قال العلماء. فإذا قضية إكراه المرضى على الطعام والشراب أن ينهوه بالكلية ليست يعني مسألة واردة أو محببة في وضع المريض، ولكن في أشياء لابد منها، فلن في سائل معين مغذي في حالته لابد أن يأخذ، في هذه الحالة لا نقول له أنت اعزل السائل هذا ولا تأخذه لأن الله يطعمه، لابد من اتخاذ الأسباب. هنا تذكرة أو تذكير في أثناء مرور الأطباء على المرضى في الغرف أن ينوي الطبيب بإتيانه للمريض أن يعوده لتحصيل الأجر. يعني بعض الإخوان مثلا الأطباء قد يمر على المرضى بحكم أن هذا عمل وأنه لابد أن يقوم بالجولة هذه المعينة على الغرف الفلانية والأسرة الفلانية، وينسى في غمرة هذا العمل أن ينوي في قلبه أنه الآن يمر عليهم ليس فقط لمعالجتهم والتأكد من أحوالهم أو أن هذا العمل الموكل إليه وهذا التوزيع المعين، وإنما أيضا ينوي أن يمر للعيادة لتحصيل الأجر العظيم، لأن في عيادة المريض أجرا عظيما. عن ثوير عن أبيه قال: أخذ علي بيدي فقال: انطلق بنا إلى الحسن بن علي نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى الأشعري. قال علي لأبي موسى: عائدا جئت أم زائرا؟ فقال: عائدا. فقال علي: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا طل عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ولا يعوده مساء إلا طل عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الخريف هو المخرف الثمار المجتنى في الجنة طوال ذهابه وعودته، وهو يمشي في خرافة الجنة في الثمار المجتنى التي تكون له في الجنة. فإذا لا ننسى تحصيل الأجر هذا، ولذلك نجد بعض الأطباء عندهم روح الطيبة في أثناء زيارتهم، فتجد لو مر بمريض ليس بمريضه وليس بمكلف بالمرور عليه تجد أنه يأتي ويسلم: السلام عليكم، كيفك يا أخي، تحتاج شيء كذا. ليست علاج هذه الأشياء، ليست علاج يعني لا سيعطيه إبر ولا سيعطيه أدوية، وإنما يعطيه كلمات. قد يكون مريضا وقد لا يكون مريضا تابعا لنفس الطبيب، لكن هذه الكلمات ينوي فيها العيادة ولن يخسر شيئا، لأنه سيمر بسريره وسرير غيره فيحصل أجرا عظيما. يعني هذه فرص للأجر لكم أنتم تستطيعون تحصيلها، ليس كغيركم من الزوار الذين لا يأتون إلا مثلا جزء من ساعة معينة في اليوم، وقد لا يأتي يوميا، وأنت يوميا تستطيع أن تكسب هذا الأجر. كذلك من الأمور المهمة في علاقة الطبيب بالمريض والتي يحصل فيها غفلة كبيرة الاهتمام بالأحكام الشرعية التي تهم المريض، مثل قضايا الطهارة، استقبال القبلة، الصلاة وكيفية الصلاة. كثير من المرضى، ونتلقى أسئلة كثيرة جدا عن مرضى يقول: تركت الصلاة بالكلية فترة المرض لأني لم أكن أظن أن الصلاة تجب علي في تلك الحال، أو يقول: إن البول يخرج مني باستمرار في أثناء وجودي، أو إن عندي مرض معين لا أستطيع أن أتطهر، وقد لا أستطيع أن أذهب إلى دورة المياه للإخراج، فقد أخرج في سريري وأنا جالس، وقد يتلوث الأغطية تتلوث بهذه النجاسات،
فكيف أصلي تركت الصلاة؟ طبعا الطبيب يرى أمامه بعينه، يرى حالة المريض، وينبغي له أن يتفقه في أشياء، كيف يصلي المريض، كيف يتطهر المريض، ما معنى فتقوا الله ما استطعتم، إذا ما كان يستطيع أن يصلي إلا بالنجاسة في ثيابه يصلي بالنجاسة في ثيابه، إذا ما استطاع أن يتوضأ ولا أن يؤتى له بالماء ليوضأ، ليساعده الطبيب مثلا بأن يأتي له بعلبة من الرمل أو التراب النظيف حتى يتيمم عليه. ينبغي أن يكون مثلا بجانب كل غرفة مرضى إناء، بدل إناء الزهور هذا اللي قد لا يكون له فائدة، يوجد إناء من الرمل مثلا، حتى إذا طلب المريض شيء ما يستطيع أن يتوضأ يأتي له الطبيب بهذا الإناء من الرمل، يضرب عليه، يمسح اليمنى باليسرى وجهه، انتهى، صار الآن طاهر، يؤدي الصلاة. إذا استطاع الطبيب أن يوجهه أو الممرض إلى القبلة، وجهه إلى القبلة. إذا ما استطاع أن يتحرك نهائيا، وبعض الأجهزة المشبوكة والموصلة به، فيصلي على حسب حاله ولو إلى غير القبلة، ويشرح له الطبيب أنه يجوز له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأنه من أصحاب الأعذار. إذا لابد يكون لك موقف يا أخي، لا تقول والله أنا شغلتي إني بس أحط الشال وأشوف هذا الحرارة وأعالج وأكشف، لا، أنت ترى الآن مسلما أمامك لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يعبد الله. ومن المهم أن يبقى الإنسان المسلم متصلا لله بالله، الصلاة وغير الصلاة أمامك. بعض الأطباء يقول أنا ما لي دخل، أنا ما علي من صلاة، هذه بينه وبين الله. طيب بينه وبين الله، لكن أنت تستطيع أن تقدم شيء، تستطيع أن تساعد، تستطيع أن تبين. ما في مشايخ قضاة وعلماء وناس المستشفيات يبينون المرضى، ولو وجد قد لا يستطيع الدخول في كل وقت. أنت أملهم المرجى في تبيان كيفية الطهارة والصلاة بالنسبة إليهم. وهناك نشرة لطيفة كتبها الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في كيفية طهارة المريض وصلاته، يعني صفحة صفحتين تقرأها وتحفظ ما فيها وتنتهي القضية. كذلك مثلا إذا أغمي على شخص في عملية، كيف يقضي الصلوات مرتبة عندما يقوم؟ تشرح له، تقول له لقد أغمي عليك مثلا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، من وقت الفلاني إلى وقت الفلاني، لقد فاتك كذا وكذا من الصلوات. فأنت تبين له إذن متى، ما هي الأشياء التي فاتته من الصلوات لكي يقضيها. كذلك بالنسبة للأطباء أو الأساتذة الذين، طبعا هذا المستشفى تعليمي، والمستشفى التعليمي يتمرن فيه الطلاب على بعض الحالات المرضية التي قد تأتي. وطبعا قد يجلس التلاميذ أو الطلاب في حالة انتظار المريض الذي سيأتي، وهم يعني يتلمسون الحالات النادرة ويتسقطون أخبارها، وإذا جاء واحد بحالة نادرة يعني فزعوا فورا وأقبلوا بابتهاد، المريض الآن مسكين وهم جايين ابتهاد، وجدنا حالة قلب، يلا كل العالم جاي حالة قلب. طبعا هم يقبلون على المريض بنفسية إيش، الفرق فرحان الآن يشاف حالة قلب وجاي يشوف، يعني كل واحد يبغى يكشف، وهذا المسكين يعني يئن ويتألم، وهذا جاي يبتسم ويقبل يعني فرحان مشاف. فهنا طبعا على الأستاذ الدكتور أن ينهى الطلاب عن إظهار الابتهاج يعني بالمريض مراعاة لشعوره. وكذلك عند فحص هذا المريض يتجنب مثلا إظهار ما أمكن أن يظهر هذا المريض أنه محل تجارب، تعال اكشفوا أنت، وقد يحتاج إلى علاج مثلا الآن يسكن ألمه، ويقول لا لازم كل الطلاب يشوفون هذا، خليه شوية تألم. يعني إن شاء الله هذا لا يحدث، لكن باب التذكير والتنبيه. فإذا وصل المريض إلى مرحلة الاحتضار أو جاءت حالة طارئة إلى مثلا الطوارئ، وهو الآن يعني في حالة احتضار، فماذا ينبغي على الطبيب المسلم أن يفعل؟ طبعا أوائل الأشياء التي تتبادر إلى الذهن والتي جاءت في سنة قضية تلقين الميت أو المحتضر، تلقين المحتضر الشهادة. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها، وفي الحديث الصحيح أنه عليه السلام عاد رجلا من الأنصار فقال يا خالي قل لا إله إلا الله. لكن
يعني الآن صار الموضوع هو قضية التلقين، أن تقول المريض قل لا إله إلا الله، لكن قد لا يقولها هذا المحتضر المرة الأولى، فأنت تعيد عليه الثانية والثالثة، لكن بدون أن تضجره، لأنه قد إذا في حالة النزع يكون الرجل أو المحتضر يعني مشغول جدا بسكرات الموت التي نزلت به، وهي أثقل ما يكون على الإنسان سكرات الموت، ومهما كان الطبيب حاذقا ومهما كان يرأى مئات الحالات أمامه لا يستطيع أن يشعر أبدا بالسكرات التي يحس بها الشخص الذي يحتضر أمامه، ولذلك قد لا يستجيب، قد يرفض، وإذا كان من أهل الخاتمة السيئة والعياذ بالله قد يأبى إباء شديدا ويبعدك عنه ولا يرضى أن يسمع منك، لأن الله يعني قضى عليه بهذا لعمل الرجل، لأن الرجل نفسه يعني ليس. وطبعا ينبغي هذه مسألة مشاهدة المحتضرين، ينبغي أن توجد يعني في نفوس من يرون هذا المشهد يعني خوف من الله عز وجل، وتذكر الموت وهيبة الموت، ومع كثرة مشاهدة الحالات تصبح القضية في النفس يعني فيه نوع من البلادة، وهناك أيضا نوع من عدم الإحساس تدريجيا لكثرة الحالات التي يراها الإنسان. ومهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لفزع وللموت سكرات، ورسول صلى الله عليه وسلم في مبدأ أمره لما جاءت الجنازة قام لما رأى الجنازة قام، لأنه الموت يفزع. فأنت لما ترى هذا المفروض أنه تكرار الرؤية لا يحدث عندك تبلد في الإحساس بحيث أنك ما تفرق معك الآن يلا اللي بعده اللي بعده مثلا، لا. و يعني قد نسمع عن حالات مثلا في الطوارئ يأتي رجل على وشك الموت، يحيط به الأطباء الضغط واليهاب وكذا، والناس وقد يصيح من حوله من أولاده، وتحدث لحظات صمت عند الوفاة. فإذا مات الرجل وذهب به مع أهله وذويه خرجوا، رجع الأطباء والطبيبات والممرضات والمرضى يضحكون يتكلمون يسولفون وكأن شيئا لم يكن، وهم قبل دقائق كانوا يرون رجلا قد يكون في مكانه في يوم من الأيام أو سيكون في مكانه في يوم من الأيام. فإذا نقول يا جماعة أن يعني لا ينبغي أنه تكاثر الحالات تحدث عندنا هذا القسوة، هذه القسوة في القلب، وينبغي الإنسان أن يستشعر مهما كان هذا الرجل يعاني من السكرات، وأن الآن ملائكة الموت تنزل به، قد تكون ملائكة رحمة وقد تكون ملائكة عذاب. ولذلك الطبيب ما هو فقط يشتغل وساكت مصامت كأنه أغلق فمه، لا، وإنما يطلب من الله أن يعينه ويعين المريض، ويسأل الله أن يرحم المريض وأن يثبت المريض هذا المحتضر، ويسأل الله له حسن الخاتمة لو مات، ويدعو له. وهذه اللحظات فيها أشياء لا توجد في غيرها، وأنت قد تعاصر أشياء لا يعاصرها غيره، لا يعيش فيها غيره. من ذلك مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون في تلك الحال. والطبيب يحضر مرضى ويحضر موتى وبإمكانه أن يقول خير وأن يدعو خير، والملائكة تؤمن، يستغل هذه الفرصة ولا يقف صامتا مجرد أنه يعمل الآن بيديه ويراقب وهو مشغول عن الموت وعن الدعاء وعن يعني سكرات الموت وعن التأثر، وأن قلبه قد تحجر وقد لا يذرف دمعة واحدة مهما رأى من الموتى. نعود إلى المسألة فنقول لو أنك خشيت إذا أمرت المريض بأن يقول لا إله إلا الله أن يضجر، فعليك أن تقولها أنت بلسانك حتى هو يحاكيك ويستجيب لك، لأنه قد لا يفهم في لحظات الاحتضار، قد لا يفهم بماذا تأمره. فعندما تقول أنت لا إله إلا الله تكررها 20 مرة 30 مرة قد يستجيب ويقولها، وتكون نهاية خاتمة أمري على لا إله إلا الله. ويستطيع الطبيب أن يساهم في إنقاذ أناس من جهنم
إذا أراد الله له ذلك فيكتب على يديه هداية أشخاص في اللحظات الأخيرة، أو أن يخرجوا من الدنيا بلا إله إلا الله التي قالها لهم الصهيب. وهنا قد يسأل بعض الإخوان سؤالا فيقول: جاني مريض في حالة خطيرة جدا إلى الطوارئ، لو أني قلت له قل لا إله إلا الله ثم أنه كتب له الشفاء، فهنا قد يقيم علي دعوة ويشكوني ويقول: أنت حطمت معنوياتي لما قلت لي قل لا إله إلا الله، لأنك معناها أنك يعني خلاص حكمت علي بالموت. في بعض ضعفاء العقول والإيمان يقولون هذا. طيب أنت الآن بين نارين، إذا قلت له قل لا إله إلا الله قد تحدث هذه السلبية، وقد فعلا يعني إذا أردنا أن نكون متجردين قد تضعف نفسيات الرجل، خلاص يقول يعني معناها أني أنا رايح فيها. لكن في الجانب الآخر لو ما قلت له هذا الكلام يمكن يموت ويطلع من الدنيا وما قال لا إله إلا الله، وتكون قد فوت عليه فرصة عظيمة لا يمكن أن تأتي إلا على يديك. ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون الطبيب لبقا وأن يقول له مثلا، يعني هذا مثال، إذا جاء الواحد حالة خطيرة يقول اذكر الله اذكر الله اذكر الله واستعن بالله اذكر الله، عندما تقول أي واحد من العامة اذكر الله ماذا يقول في العادة؟ لا إله إلا الله. فإذا أنت حليت الإشكال الموجود شهد يمكن الآن، فممكن تقول اذكر الله يا أخي اذكر الله فيقول لا إله إلا الله وتنتهي المشكلة، واستعن بالله وأكثر من ذكر الله، وتقول له أنت الآن لابد أن تستعين بالله في وضعة هذا، فيقول لا إله إلا الله، لو مات تاتل القضية خرجت بسلام. وإن كان الميت كافرا فيدعوه فينبغي للطبيب أن يدعوه إلى الإسلام، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه يعوده فقعد عند رأسه فقال أسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للولد اليهودي أسلم، فنظر إلى أبيه، الولد نظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له يعني الأب: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم ومات، أسلم الولد اليهودي ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهنا نذكر يا إخواني بالمشكلة الحاصلة في نفوس الكثيرين من المشتغلين في حقل الطب، وهي مشكلة الفصل بين واجبات المهنة وواجبات الدين. فيمكن واحد يقول: وش عليه كافر يروح كافر، يعني منه الآن أنا أجلس أدعو للإسلام وأدعو، هذا خلاص لكم دينكم وليد. المشكلة عندك استشهادات بآيات، يعني استشهادات على كيفك الآن، الناس بس خذ من القرآن وفصل حسب مقاتل هذا وحط آيات، طيب هذا معناه لكم دينكم وليد، يعني ما ندعوهم للإسلام؟ يقول مالي إيش ليش شغل فيه؟ ليش يا أخي؟ الحين الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الإسلام وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وهذا كافر أمامه لقنه، قل له بالإنجليزي يشرح لي إذا ما كان يفهم بالعربي، قد يخرج من الدنيا، قد تكسب أجر عظيم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا الإخوان الذين يظنون أنه والله لا إحنا أطباء ما لنا علاقة بالقضايا الإسلامية ولا قضايا الدعوة إلى الله، وهذه قضية شغلة المشايخ وشغلة أمة المساجد وشغلة الدعاة وشغلة كذا، نحن أطباء، أنا من الجانب الطبي والجانب العلمي، يعني من قال أن المسلم يعني يا أما يكون طبيب ومهندس أو شيخ أو قاضي، يعني ما في علاقة. إذا كان المنصرين يذهب الأطباء من النصارى، وأنتم تعلمون هذا أكثر مني، في بعثات تبشيرية ولا يعطون الرجل الدواء حتى يقول يشهد بالصليب ويعمد، يعني غالب البعثات التبشيرية من الأطباء هذوليك على باطل، يستغلون الطب ويستغلون المرضى ويستغلون الموتى في نشر الباطل النصرانية، ونحن يا أهل الإسلام يا أهل الحق نجي نقول والله ما لنا دخل كنا أطباء. هذا وانت ما انت رايح الى ادغال افريقيا ولا رايح تسافر مكان الى امكنه بعيده كما يضحي اولئك اهل الباطل، انت عندك جاي رجل في المستشفى، هذاك يذهب ويقطع الاف الاميال ويهجر الاهل والبلد والاولاد ويتغرب عن الوطن لكي يدعو الى الباطل ويستغل الطب، يقول ما نعطيك الا كذا،
أو مثلا يقول له هذا من يسوع وهذا من دريش، وأنت الآن أخونا الله المسلم جارس تقول أنا ما لي علاقة بالأمر. فإذا مات فإنك تغمض عينيه، ومن إحدى علامات الوفاة أن البصر يصعد إلى الأعلى، فتجد الرجل الميت أو الميتة شخص ببصره إلى الأعلى. ليش؟ لأن الروح تسحب من الأعلى، فهي الروح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج يعني من أساخن القدمين، ويعني تخرج والأجزاء التي تليها حتى تصل إلى الحلق، فعند ذلك يغرق الذي تسحب منه الروح، ثم تسحب من رأسه من جهة من الأعلى. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قبضت الروح تبعها البصر، ولذلك تجد الموتى يشخصون بأبصار من الأعلى لأن الروح تسحب إلى العلو، فيكون منظره مخيف أو مرعب مثلا. فعند ذلك يسن أن يغمض البصر، تغمض عينيه، وكذلك يغطى بثوب يستر جميع بدنه. هذا قبل الدفن، هذا بعد الموت مباشرة. الآن مات بين يديك، غمضت عينيك وسترته بملاءة برداء يستر جميع بدنه. وكذلك يعجل بتجهيزه، ويخبر أولياء الميت بسرعة به. وإخبار أولياء الميت تتعلق به أشياء، في امرأة لابد قد تحد وستحد من لحظة وصول خبر الموت إليها، تحد من لحظة، يعني يترتب أحكام على أنك تخبر أولياء الميت، قضايا الاستعجال بالتجهيز والدفن هم سيقومون بها، وفي مرأة ستدخل حداد، ويعني في قضايا الميراث وأشياء كثيرة ستترتب على هذا. ولذلك يسرع بإخبار أولياء الميت لكن برفق، ويجي واحد يطلع من غرفة وهذا قاعد يستنى وش الخبر، إنه مات، فلا بد أن يعني يخبر لا بد يخبر، ترتب عليه أحكام لكن بطريقة لطيفة، بطريقة هذا مهم، واحد يتذكر آيات وأحاديث يقولها لأولياء الميت عندما يخرج عليهم من غرفة الإنعاش وقد مات الرجل، حتى يهون عليه ويقول مات، يدير ظهره ويمشي. ففي قضايا يعني هم يسمونها إنسانية لكن نحن نسميها إسلامية، شرعية، آداب شرعية، آداب إسلامية. وأحيانا يعني يحصل إهمال فيبقى الميت على سريره وسط المرضى لساعات، والمرضى يعلمون في غرفة في الغرفة أن الرجل هذا اللي في السرير ميت، وهذا شيء يعني خطأ كبير أن يحدث هذا، فلا بد من التفقد ومن سرعة الأشياء. إذا استطعت أن تقدم أشياء في الروتين حتى أنت بسرعة، لأن هذه إجراءات الوفاة من أصعب الإجراءات وأطول الإجراءات، قدم تفعل، وإذا ذاك الواحد يدور على الدكتور يوقع له ورقة اللي جسمه وذاك مشغول رايح وهذا، فأنت داخل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسراع في تجهيز الميت. وإذا رأيت عليه من علامات حسن الخاتمة شيئا، كأن رأيت مثلا بياضا في وجهه أو نورا مثلا يعني، أو تجاعيد زالت مثلا عند موته، لأنه بعض أولياء الله وبعض الصالحين قد يحدث لهم علامات من حسن الخاتمة، أو أنك شاهدته يتبسم، يحدث هذا أحيانا أنك تراه يتبسم إذا مات. فمن باب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالثناء على الميت والإخبار بمحاسنه، فأنت تخبر المحاسن الميت، تقول والله يا جماعة أبشر، ترى والله ميتكم إن شاء الله على خير، لقد رأيته تبسم مع أنه مات، لقد رأيت نورا يفتح بين عينيه. طبعا ما تكذب وتألف لكن تخبر بالحقيقة. وإن كان شفت شيء من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله، قد ترى وجهه قد انقلب أسودا وهو أبيض البشرة، وقد تجد له رائحة منتنة حالما يموت، وقد تجد أشياء كثيرة، هذه تستر يعني لا تنشر بينها. وللطبيب أيضا دور في منكرات أهل الميت التي يفعلونها مثل النياحة، فقد تخبر هذا فتكون أمه ولا أخته موجودة ولا بنته، فتصيح وتولول وتزعق، وقد تشق خمارها
تنشر شعره وتحدث منكرات وتشدد. فأنت عليك في هذه الحالة أن تبين لهم وأن تنهاهم عن هذا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. المعدن المصور المذاب المتناهي من الحرارة، سربال يعني ثوب يغطيها قميص، ودرع من جرب، رواه مسلم. فما تقول ترى هذه النائحة وهذا المنكر أمامك وأنت ساكت، وإنما لابد أن تنكر وتبين، تقول لا ما يصح كذا، أصبروا واعتصموا بالله وهكذا. لابد للطبيب كذلك، يعني هذه بعض الأحكام الآن الكرة بسرعة، أن يعرف أحكام النجاسات، نواقض الوضوء، لمس عورة المريض، والسواء الكحولية يعني نجاستها وعدم نجاستها، الذين يعملون في المختبرات نجاسة العينات والدم، طبعا الدم نجس مثلا. لابد الطبيب المسلم أن يتفقه بإضافة قضايا الطهارة التي يحتاج إليها في أثناء عمله، بالصلاة، جمع الصلوات، الذين يعملون عمليات طويلة، وطبعا هذا جائز للضرورة، يعني طبيب الآن بغرفة العمليات يعمل عملية ولا يمكن أن يتركها. فنقول أولا لابد أن توقف توقيتا صحيحا، فإذا أمكنت أنك تعمل العملية بعد أن تصلي الصلاة في وقتها فتعمل العملية بعد أن تصلي الصلاة في وقتها. بعض العمليات ممكن تؤجل ما يضر، ربع ساعة، ساعة، ساعات. بعض العمليات طارئة لابد أنك من يوم ما يجيك الحالة تشتغل فيها، فهذا في حالة هذه طبعا تشتغل، فقد سيجوز لك أن تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، وتوقف العملية قدر الإمكان بحيث أنك تستطيع تجمع، مو تجي تبدأ مثلا بعملية بعد العصر، مثلا تبدأ بعملية قبل العصر ما صليت العصر ولا جمعت مع الظهر الآن للضرورة، وما تبدأ العملية إلا بعد المغرب، ولا يمكن الآن الجمع مثلا، خلاص راح الصلاة، يعني لا جمعا ولا أداء. فينبغي أن ترتب المسألة قدر الإمكان. وإذا ما الطبيب أيها الأخوة أيضا إنسان ناصح وإنسان داعية وإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لابد أن يكون له موقف من بعض المرضى بأسباب معينة، كأن يتبين لك أنه مريض بسبب شرب الخمر، أو أنه مريض بسبب المخدرات، أو أن هذا المرض الذي فيه من أمراض التناسلية الحاصلة بسبب الزنا أو اللواط. فبعض الأطباء تأتيه الحالة ويعرف إيش اللي وراها ويعرف إيش السبب، وعندهم خبرة من عمليات الاحتكاك ومن مرور الحالات عليه أن هذه جاءت بسبب كبائر، بسبب فواحش. ما يجي يقول والله أنا حدي في الطب نقدم له العلاج وهذا أخذ كيفه. طيب أنت الآن تعالج، وإذا خرج من المرض رجع واستعمل مرة ثانية، فأنت أعنته عن المنكر. طبعا ما نقول لك لا خليه مريض حتى لا يتمكن من فعل المنكر، لا، لكن نقول لك بالإضافة إلى تقديم العلاج البدني قدم العلاج القلبي. يعني قل له يا فلان ترى، يعني لنكن صرحاء، ترى هذه الحالة تأتي مثلا سبب فواحش، سبب كذا، سبب في العادة، فأنت عليك أن تتوب إلى الله وتتقي الله عز وجل، وإلا ترى يعني قد المرة القادمة يعني يمكن ما ينفع العلاج. أعراض خطيرة للمرض لكن ما يذكرها، مع أنها قد تمنع المريض عقلا لا شرعا، يعني قد تمنعه عقلا عن ارتكاب الفاحشة لكن لا يخبر بها، فقط يجي مريض يعالج، يروح يرجع له مرة ثانية بمرض ثاني، رجعت الحالة يعالج وهكذا. طبعا هذا كلام غير صحيح، يعني ينبغي أنك أن تبين له مضاعفات الأمراض هذه، بالذات الأمراض التناسلية وغيرها، تبين له، أو مثلا أشياء المخدرات، أشياء الخمر وكذا، تبين له الأضرار التي قد تترتب عليها. ما لا تبينه لرجل آخر ليست عنده هذه الأشياء، لأنك ما هي فائدة من أنك يعني تهبط من معنويات رجل صالح وجاله مرض يقول هذا قد يتصور وقد يتضاعف وقد يؤدي إلى كذا، هو إنسان صالح، أنت ما في مصلحة من إخباره بالمضاعفات. أما الرجل الذي يرتكب هذه الأشياء، يرتكب الفواحش ويشرب الأمور ويتعاطى، عليك أن تقول يا أخي ترى هذه تؤدي إلى كذا وفيها مضاعفات كذا وكذا، لأنها قد تسبب أن يمتنع عقلا. صحيح، طيب يمتنع عقلا، يعني قد يكون عاقل فيترك من باب أنه لا تؤدي إلى هذا، لا يتضرر، وفي نفس الوقت يبين له الحكم الشرعي في المسألة.
ولا نكون يعني مثل بعض الناس الذين يعني يجي واحد عالج طبيب مسلم ودين وخير ويبين هذه الأشياء، يجي واحد طبيب ثاني يقول له ها أنت قاعد تستغل، ما في كيف تستغل منا في إملاء أفكارك وأفكار مين؟ قاعد الماسوني أتكلم عن نصراني، قاعد أتكلم عن أشياء هذا، أنا رجل مسلم قاعد أبين للرجل الآن أخطار هذه كان شرعا، وين أمليت عليه أفكاري، أمليت عليه اجتهاداتي، أمليت عليه آرائي، قاعد أملي عليه قول الله ورسوله، قاعد أملي عليه إيش؟ فإذا هذا لا يعتبر استغلال، نسمي استغلال، طيب استغلال في شيء حسن، قاعد تستغله في إيش؟ تستغله في إبعادي عن المنكر، تستغل هذا الشيء في تقريبي من الله عز وجل، هذا ونعم الاستغلال، سمي استغلال. كذلك مثلا في حق الطب النفسي، حق الطب النفسي فيه أيضا طبعا مجال كثير لأن يعني لإدخال أشياء إسلامية هي فعلا علاجات، ما يضحك على الناس، هي فعلا علاجات، يعني قضايا ذكر الله عز وجل التعلق بالله ووصل المريض بالله والإقبال على الله من أنفع الأشياء، من أنفع الأمور التي تعالج، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إيش معنى معيشة ضنكا؟ يعني شقاء نفسي وتعب ونفسية سيئة بسبب البعد عن الله عز وجل، أكثر الأمراض النفسية كذا بسبب ابتعاد عن الله عز وجل، فأنت لما تقرب من الله عز وجل هذه أيضا من باب العلاج. طيب قضايا الاستشفاء بالقرآن، الاستشفاء بالقرآن، ونعلم أن الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوي نفسه بالقرآن، كانت عائشة تجمع يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ بهما فتمسح بهما رجاء بركة يديه على عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت تعلم المريض يستخدم المعوذات، يستخدم هذا الكرسي، يستخدم سورة الفاتحة. يقول ابن القيم رحمه الله ومرضت مرة بمكة مرضا شديدا أقعدني وآلمني، فجاء الأطباء فعجزوا تماما عن فعل شيء، قال فشرعت في مداواة نفسي بسورة الفاتحة فكان لها أثر عجيب وقمت من مرضي بعد فترة بسيطة. بسورة سورة الفاتحة. طبعا أنت الآن يعني المشكلة الآن أن كثير من الأطباء الذين درسوا في الخارج، المهندس يمكن يقعد 4 سنوات، الطبيب يمكن يقعد 10 سنوات في الخارج، فالطبيب العادي يتشبع بأفكار الغرب، إذا ما كان عنده حصيلة إسلامية طيبة ما لا يتشبع به غيره من أصحاب التخصصات. ولذلك الغربيين طبعا ما فيش تقول الحمد لله رب كل عام رب الفلق تشفي، يعني هذا يعتبر كلام فاضي، لا تقدم شيء مادي محسوس بالتجارب والمختبرات وهذا ولا روح ما اعترف له. فالذي اللي منزعه ومشربه مشرب غربي وتفكيره تفكير غربي وعائد افكار غربيه ولا يؤمن الا بالماده وينكر ما وراء الماده وينكر اثر القران، طبعا ان هذه الاشياء ما راح تدخل عقله مطرقا. اما انت يا اخي رجل تاخذ الحضاره الغربيه بخيرها وتترك شرها، تاخذ حلوها وتترك مرها، فاذا مثل هذه الامور لها حسبان عندك، فأنت تعني الآية عندك، تعني قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني عندك شيء. أما أستاذك الغربي الكافر قد لا يعني عندك شيء. فإذا هذه مسألة مهمة. مثلا قضية الطب النبوي، إذا نحن رجعنا مثلا بعض كتب الحديث سنجد أن هناك أشياء يعني في الطب النبوي مذكورة، والحقيقة أنها يعني المفروض أن ينتبه إليها و يعني تعمل عليها أبحاث، لأنه قد يعني تكتشف أنت الترتيبة التي فيها شفاء هذا. مثلا بالنسبة لمرض العين، لما نقرأ مثلا الحديث إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر أو اكتحل بالإذمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، أو مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخباره بأن في العسل العلاج، قبل ذلك طبعا في القرآن، وإخباره بأن السنة والسنوس من العلاجات، وهي أنواع من النباتات معروفة تنبت في أرض الحجاز أجودها، يعرفها الناس مثل العطارين، يعني بعض الأشياء قد لا يعرفها ما لها مسمى علمي عند الأطباء، لكن هذه الأشياء في الأحاديث عند مثلا العطارين معروفة،
الحبة السوداء، وكذلك مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء عرق النساء، هذا مرض معروف، شفاء عرق النساء ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق كل يوم جزء. ألية شاة أعرابية مثلا خروف نجد له هذه الشاة يرعى في البر أعراب، يعني ما هم معايش على أشياء صناعية، هذه الألية تؤخذ وتصهر تذاب ثم تقسم إلى ثلاثة أجزاء وتشرب لمن به مرض عرق النساء فيشفى بإذن الله. قد يكون هذا التوصيف غير معروف طبيا، لكن الذي ينطق عن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعلم هذا الأمر، وقد تجري فيه بحث وقد تكون فاتحة يعني في أمور طبية. البان مثلا البان البقر وسمن البقر والكمأة بالنسبة للعين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. يمكن ماء الكمأة هذا يستفاد، يعني إذا واحد جرب يحصل فيه أشياء. فإذا هذه أبحاث بحث خاص، هذا أنا فقط أريد أن أشير إليه إشارة، قضية الاهتمام بالطب النبوي. من الأمور المهمة أيها الإخوة أيضا قضية العورات. قضية العورات عند الفحص وعند العمليات يعني يحدث كشف للعورات. طبعا نحن نعلم حرص الإسلام على ستر العورة، والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أخبر في الحديث الصحيح بقوله لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، رواه مسلم. والإفضاء طبعا هو الملامسة متجردين من الثياب تحت فراش أو تحت غطاء واحد. فالشاهد كل ما حرم الشرع النظر إليه حرم لمسه، هذه قاعدة. فالشرع يحرم النظر إلى العورات، إذا لا يجوز لمس العورات. طيب في باب الطب في ضرورات معينة، فهنا لابد من الرجوع إلى أقوال أهل العلم، ما هي الضرورة وما هي الضرورة التي تبيح المحظورات. لأن بعض الإخوان قد يقول ضرورة تبيح المحظورات ويفعل أشياء ليست من الضرورات في شيء، ويكون قد ارتكب المحظور بدون حاجة. وكذلك الضرورة تقدر بقدرها، يعني حتى لو وصلنا إلى نتيجة أن هذا الأمر ضرورة فلا يعني أن الاسترسال فيه يعني واحد يأخذ راحته من صار الضرورة، لابد أن تقدر بقدرها. يعني مثلا المرأة لا يجوز أن يحصها رجل، هذا أصلا بالشريعة حرام معروف متفق عليه، مهما شفت من الحالات وتبلد أساسك في المستشفى وشفت مئات من الأشياء وحالات النساء مع الرجال يبقى الأمر حرام لا يجوز، وهو عند الله إثم عظيم. لكن ما توفرت المرأة المؤهلة لفحص المرأة هذه المريضة، ماذا نفعل؟ نقول لها تموت خلاص تروح تتضاعف حالتها وتبقى على ألمها؟ لا، في هذه الحالة نقول يجوز أن يؤتى برجل ليعالج المرأة. حتى هذا الأمر فيه ترتيب، فأولى الناس بالعلاج المرأة المسلمة، ثم المرأة الكتابية، ثم الرجل المسلم، ثم الرجل الكتابي أو الكافر. فلا يقدم الرجل المسلم على المرأة الكافرة، المرأة الكافرة تعالج مع أنها كافرة. ليش؟ لأن الشريعة تحتاط في قضايا الاختلاط، قضايا الملامسة، قضايا نظر العورات احتياطا شديدا. ولذلك هذا الترتيب ذكره أهل العلم. إذا ما كانت يعني في بعض الأشياء توسع فيها الناس ليست أشياء، فينبغي أنت لك يا أخي رجل أنك طبيب مثلا لا تستجيب، أو المرأة مثلا جالت لها حالة غير طارئة ويمكن أن تبحث صاحبتها عن حل وتجد، وأنت تعلم الحل مو لازم أنك تكشف عليها، تدلها تقول الله المستشفى الفلاني فيه، لأنك أنت ما هي الضرورة. لكن لو قال والله ما وجدنا ولا في المستشفى وبحثنا على قدر طاقتنا ما فيه، أنت تكشف. طبعا انت لست مكلف بالتنبيه عن الناس، هذه شغلتهم اصلا مسؤوليتهم، لكن انت اذا كنت تعلم ان هناك حل المفروض انك ما تتدخل لكي لا تعين على المنكر. مثلا بعض حالات العقم، واحد امراه فيها عقم فيها شيء يمنع الانجاب، هذه الان ليست حاله طارئه، ممكن ان تبحث تواصل البحث عن امراه وقد تجد،
فإذا ما في داعي الآن يكشف عليها رجل إذا ما وجدت امرأة الآن، لأنها ليست حالة طارئة. لكن لا يعني هذا أن تبقى طيلة عمرها بدون علاج حتى ترى امرأة، لا. لكن إن بحثت مع الفترة الزمنية الكافية المقنعة عن امرأة فلم تجد، خلاص تروح تعالج عن الرجل. في مثلا حالات الطوارئ، حتى لو في نساء في أماكن أخرى ما يمديك أنك أنت الآن تستدعي المرأة من بيتها لتقول تعالي في فلانة، الآن حالة طارئة، أنت الموجود في الطوارئ، إذا أنت الذي تشرف بنفسك مباشرة. وهنا يا جماعة ننبه إلى مسألة فيها جانب من التضحية مهم جدا، لكن لأنه ما في احتساب للأجر لا تعطى هذه القضية حقها. أحيانا تنتهي فترة دوام الطبيبة المناوبة ولا المشرفة ولا اللي في الجدول موجود إنها في الوقت الفلاني، جاءت مريضة بعد انتهاء النوبة، الرجل موجود، رجل المفروض شرعا يعني لله كذا ان المرأة هذه الطبيبة التي انتهت فترة النوبة انها لكي لا تحرج اختها المسلمة التي اتت الان للعلاج وتضطرها الكشف على الرجل ان تكشف عليها ولو كان خارج الدوام، ولو كانت خارج النوبة، وتحتسب الاجر عند الله. والرجل نفس الشيء لو رأى رجلا قد أتى وأنه الآن سيكشف على امرأة وهي الموجودة الآن في العيادة، فيحاول هو أن يأخذ الدور، يأخذ الرجل يعالج. هذه المسألة نابعة من أين؟ نابعة من اكتساب الأجر عند الله عز وجل، ونابعة أنك أنت الآن تحاول أن لا يقع المنكر. وبالذات يا جماعة في قضايا حالات الولادة التي تنكشف فيها من العورات ما الله به عليم أشياء يعني كثيرة جدا. فإذا وبعدين للأسف الغرب الغربيين يراعون، يعني لو امرأة في الغرب في مستشفى قالت أنا ما أبغى إلا امرأة، دبرونها من أي مكان حرصا على نفسية المريض وعلى النواحي الإنسانية وعلى. ونحن لأن القضية كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسألة إسلامية وشرعية، نقوم نضيعها؟ يعني الكفار أحسن منا في هذا الجانب، مع أنه ما عندهم وازع ديني يدفعهم لهذا، لكن مجرد والله طلب المرأة ما طلب. نحن عندنا مو بس طلب المرأة، عندنا دين، عندنا قانون إلهي نعمل به، فلا يجوز التفريط والله يجوز بسهولة، والله ما عندنا مو موجود إلا فلان دبري نفسك في الإجابة. يعني بعض الناس يجيبون إجابات عجيبة، والله لا، مع أنه قد يمكن توفير. صح أن القضية هذه إدارية أكثر منها تتعلق بنفس الطبيب، لكن يعني سددوا وقاربوا، ولا بد من التعاون والتكاتف على إيجاد الحلول. وإذا لم أتحرك أنا ولم تتحرك أنت، من الذي يصلح الأمور؟ مثلا في بعض العمليات قد يجرد المريض من ثياب لا يحتاج إلى إزالتها، يعني مثلا أحيانا تكون عملية جيو أو عملية غدة جراحية، ما هو الداعي لكشف ثياب المريض من الأسفل؟ أو مثلا كشف أشياء من المرأة في الساقين والعملية في الغدة الجراحية ولا في الجيو، ليش تكشف الساقين؟ أو مثلا يعني من باب أيضا الضرورة تقدر بقدرها، إيش الداعي لكشف العورة مثلا على عمال النظافة؟ والقضية الآن كلها قضية أطباء، فإذا الطبيب يطلع ويترك المجال هذا يغطي، يعني بعض الأطباء يهمل المريض، قد يكون هذا في السرير. أنت حتى إذا مريت في بين الأسرة والعنابر، المفروض إذا رأيت واحد مريض قد كشفت فخذه أو جزء من عورته أنك تغطيه، حتى لو هو نائم غير ما هو صاحي، قد يكون مخدر ما أدري عن نفسه، لو أنه كان على يعني في اليقظة لراعى نفسه ولا ستر عورته، لكنه مسكين مستسلم بين يديك. المفروض أنت الآن الذي تحرص عليه، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، أنت ترضى أن تكون عورتك مكشوفة والناس يمرون ويجيئون ويذهبون، اللي رايح واللي جاي يتفرج، لا ترضى بها. فينبغي أن يكون عندك حرص على هذا الجانب وعلى ستر عورات المرضى وعدم كشفها إلا في الضرورة، وأن لا يراها الناس اللي ما لهم علاقة بالموضوع واللي يعني قد ممكن أنهم يستثنوا من الرؤية. في عمليات معينة ينبغي أن الواحد يعني الإخوان الأطباء يلتفتون إليها وإلى أحكامها، مثلا عمليات الأشياء التي تسبب العقم، مثلا عملية ربط المبايض، في أشياء ينبغي أن لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة والخوف على حياة المرأة، وإذا ما وجد علاج آخر يعني أقل ضررا من هذا،
يعني وبالذات مثلا اعطاء اشياء حق منع الحمل او الاشياء هذه، لان الشريعه من مقاصد الشريعه تكاثر الامه، يعني الشريعه فيها الحث على تكثير نسل المسلمين. انا الطبيب لما اعطي هذه الاشياء انا اصادم مقصود الشريعه لتكثير نسل المسلمين، فاذا ما اعطيه الا في الحالات الضروريه، اخشى على صحه المراه ما يمكن تستحمل من نهائيا ان تحمل، ولو حملت خطر مؤكد على حياتها، ولا بد ان يوافق الزوج لانه هو ايضا له حق الولد، وهو بس المراه التي لها حق الولد. فاذا المساله لا بد ان يبحث فيها ايضا. الادويه التي تخفف الشهوه، قد يجوز اعطاء مريض دواء يخفف الشهوه مثلا حتى لا يجد العند وحتى لا يقع في شيء، لكن ما يجوز اعطاء دواء يقطع الشهوه بالكليه ويجعله عنينا لا يقوى على الوقاع. مثلا عمليات التجميل، في بعض عمليات التجميل مباحة، مثلا واحد صار له حروق لا بد من عملية تجميل، مثلا واحد عنده حول ممكن يعمل عملية تجميل، مثلا سحب الدهن الشحم من البطن، هذه سألنا فيها بعض العلماء، قال إذا ما تسبب ضرر ممكن يسحب، إذا ما تسبب ضرر ممكن يسحب الشحم هذا، إزالة الأصبع الزائد مثلا، أشياء يعني مشوهة. لا أو مثلا إزالة الوشم، هذه واحد مرة الإخوان سألنا فيها قال أنا عندي وشم وشمت وأنا جاي، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الفاعل هذا الفعل، قال أنا أذهب الآن عملية تجميل، إيش الحكم من يؤذي الوشم بهذا؟ فكان جواب الشيخ العثيمين لما سألت عن المسألة قال يجوز أن يعمل عملية لإزالة هذا المنكر، هو أصلا هو وضع منكر هنا في الجلد فيجوز أن يزيله، ممكن نسوي له عملية. لكن لو واحد جاء قال والله أبغى أسوي عملية تصوير الثدي ووشر وتفليج وشد، يعني هنا في اشياء تغيير لخلق الله واضح، ولا في داعي ولا في عيب ولا في شيء، بس انما القضيه قضيه يعني هذه مساله التصوير الثدي كان جواب الشيخ العثيمين فيها واضح، قال هذه مثل التفليج ما تجوز، فلا يجوز عملها. الان ما هو قصدي اني اطرح لكم احكام يعني تفصيليه في المواضيع، بقصد يعني بقدر ما قصدي ان اثير النقاط هذه عند اخواني الاطباء والطبيبات حتى يحصل فيه اهتمام وسؤال، وهو بس والله جاء ايش يبغى عمليه، طيب يلا سوي العمليه. مثلا اسقاط الاجنه، ايش حكم ان تسقط الجنين؟ قد تاتي بعض النساء التي يفعلن الفاحشه والعياذ بالله في بطنها الجنين، في ساعه سقط الجنين. في الاعضاء المكسوره، قد تقطع يد، قد تقطع رجل، قد يقطع شيء سرطان في اشياء معينه، فهذه الأعضاء كما يقول الشيخ بن باز لما سألته عن المسألة لابد أن هذه الأعضاء محترمة مصانع، لابد أن تلف وأن تدفن، إلا الأشياء مثل الأظفار والشعر والأشياء هذه المخلفات البسيطة، لأنه الآن يعني الظاهر أن بعض الأشياء يعني تجمع ويبقى بها تخلف المهملات مثلا أو في الزبالة أو في أي شيء، فهنا لابد أن يراعى ما قطع من حي فهو ميت، ولا بد ان هذا الشيء يصان ويدفن، لا بد يطلع فيها اجراءات، وانتم بينكم بين اداره المستشفى تتواصلون بالحق، و يعني حتى هذه الاشياء لا تذهب هكذا. مثل الجنين الذي سقط اذا ما اخذوا اهله مثلا وين يروح؟ اذا كان الجنين قد نفخ فيه الروح فلا بد من معاملته كجنازه كامله وان يدفن في المقبره. إذا كان الجنين لم ينفخ فيه الروح أو كان يعني شيء بسيط نزل فيدفن في أرض، لكن لا يشترط أن تكون مقبرة، لكن يدفن، يعني لابد أن يدفن في أرض، لابد أن يدفن في أرض ولكن ليست مقبرة، ما هو لازم، ما يشترط أن يكون مقبرة. إذا كان جنين لابد من دفنه، جنين حي يعني فيه روح سقط ميت وقد نفخت فيه الروح فلا بد أن يدفن في المقبرة. قضية مثلا التشريح، يمكن يحدث تساهل مثلا لا سمح الله فيؤتى بجثة إنسان مسلم لتشرح، فإذا اكتشفت أنت بالقرائن تبين لك أن هذه جثة مسلم فلا يجوز لك مطلقا أن تشرح فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا، فيعني تجيب لك جثة وتجيب منشار الكهربائي وتفك الراس وتطلع الدماغ وتفحصه هذا على جثة أخي، لو أنت مكانه ماذا تفعل؟ ترضى بهذا الكلام؟ لكن لضرورة الطب الأصل أن الأجساد محترمة تدفن، ما تبقى حتى على وجه الأرض، تدفن، وجوب الدفن، الدفن واجب،
لكن لضرورة التعليم يؤتى بأجساد، لكن ليست أجساد مسلمين، أجساد كفار ليحصل فيها قضايا التعليم. ولذلك قال أهل العلم: ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته أو إحراقه ولو أوصى به. وحتى أن بعضهم في مسألة الجنين الذي يتحرك في بطن الأم الميتة تردد بعض الفقهاء في شق بطن الأم، قال يمكن يطلع الولد يمكن يموت، يكون إحنا شقينا بطن الميتة. لكن طبعا القول الراجح في هذا أنه إذا غلب على ظن الطبيب أن الولد سيخرج حيا فيجوز له أن يشق بطن الأم الميتة لإخراج الولد الذي يغلب على الظن أنه سيعيش. لكن لو طلع هو ميت والأم ميتة ما يشق، خلاص يبقى فيه. حتى شوف في قضايا تنبأ لها العلماء ما تنبأ، يعني ما لها. قالوا لو أن امرأة نصرانية كافرة في بطنها متزوجة واحد مسلم وماتت وفي بطنها جنين نفخت فيه الروح ومات الجنين معه، مات معه، كيف تدفن؟ حتى هذه المسألة فكروا فيها. فقالوا تدفن الأم وظهرها إلى القبلة. ليش؟ ليش؟ لأن الجنين اللي في البطن جنين مسلم، جنين مسلم، والمسلم عند الدفن يوجه إلى القبلة، وهو في بطن أمه يكون وجهه إلى العمود، يعني يكون وجهه إلى ظهر المرأة، فعندما تدفن يكون هي واجهة إلى غير القبلة وظهرها إلى القبلة، يكون الولد المسلم في بطنه متوجه إلى القبلة. وهنا جاءت مسألة أخرى، هذه امرأة كافرة هل يجوز تدفن مقابر المسلمين؟ لا. طيب في بطنها ولد مسلم هل يدفن مقابر الكفار؟ لا. فلذلك كان الحل أن يقبر في مدفنة خاصة لا هي من مقابر المسلمين ولا من مقابر الكفار، أو جزء معين في المقبرة خاص من مثل تلك الحالة. شوف الفقهاء، يعني هذه أشياء، شوف الدين مو سهلة بس يلا مثل ما احنا الآن يعني نفعل أشياء ولا نعرف ولا نفكر أصلا وش الحكم في المسألة هذه. قضية جهاز الإنعاش، طيب احنا الآن باقي عندنا حالة، يعني هذه فتوى في جهاز الإنعاش ودراسة، يعني ملخص دراسة في الموضوع، و يعني لا معلش نقف هنا لأن أخشى هذه تطول لأن فيها طول شوي. ولكن يا جماعة يعني إخواني نذكركم أخيرا بمسألة مهمة، يعني بتقوى الله واستشعار الأمانة، وأهم ما يعتمد عليها يعني مهنة الطب قضية الأمانة التي يسميها الغربيون شرف المهنة ونحن نسميها أمانة، التي الله عز وجل أوصانا بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد.